والتي يظن كثير من الجهلة أن المذهب المالكي خال من الأدلة. بالعكس، الكتب المالكية القديمة كانت مشحونة بالأدلة، حتى إنك إن قرأتها وقرأت جزءا منها يعني ربما تصل إلى درجة الملل. وأضرب مثالين لذلك، مثال الأول وكتاب عيون الأدلة لابن القصار، معروف ابن القصار من كبار فقهاء المالكية في المدرسة العراقية، أبو الحسن بن القصار، قد طبع منه كتاب الطهارة في 3 مجلدات. فإذا قرأت البسملة في الوضوء حصل لك ملل، وقلت محقون هؤلاء الذين جردوا المسائل الفقهية عن الأدلة. أما بقية الكتاب فجزء منه حقق ولم يطبع في المغرب، وبعض المخطوط لا يستطاع قراءته، مخطوط موجود ولكنك لا تستطيع أن تميز منه الكلمات. الكتاب التالي الذي شحن بالأدلة وهو يعنينا في جلستنا هذه أو في درسنا هذا، هو شرح الرسالة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي، وهو من رؤساء المدرسة المالكية بالعراق، فإن كتابه شرح الرسالة مليء بالأدلة، لا يترك مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا دلنا عليها، والكتاب لا يزال مخطوطا، قد طبع منه في مجلدين قطعة من كتاب الضحايا وما شاكلها، أما بقية الكتاب فلا يزال مخطوطا، وهو شرح ضخم يسر الله تحقيقه وإخراجه في أقرب الأوقات إن شاء الله تعالى.